ناخد أستاذة أسماء. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة أسماء. السلام ورحمة الله يا فندم. اتفضلي يا فندم. إيه لو سمحت، أنا كنت أي يا فندم. اتفضلي. إيه أنا كنت بسأل على الطلاق. إيه أنا دي حالف عليا أكتر من يمين في أوقات متفرقة، يعني أنا متجوزة ليا 5 سنين. نعم. في أول مرة جوزي قال لي، في أول طلقة جوزي قال لأخويا، كان بيكلمه في التليفون، راح قال له أختك طالق. أيوة. والتانية؟ تاني مرة كان عندنا في البيت وبيتكلم مع والدتي، فراح قام كده في وشي وراح قال لي أنت طالق. في تاني؟ في واحدة تاني كنت أنا عاملة حاجة كده بيني وبين أختي، فهو كان حالف عليا بالطلاق بنية إن هو عايز يطلقني. كان حالف أي لإيه؟ المشروع كان بيني وبين أختي، وأنا كنت خايفة بصراحة أقوله. كان حالف أي لإيه يا مدام أسماء؟ كان قايل لي لو أنت عاملة الموضوع ده هتبقي طالق، هتبقي طالق، وأكد عليا في الموضوع ده. وكانت نعم؟ مع حضرتك، اتفضلي. بس وفي مرة رابعة قال لي أنت طالق في وشي تاني. في مرة كمان آخر مرة دي راح قال لي أنت طالق. المرة الأخيرة دي الخامسة، الرابعة دي. الرابعة قال لك أنت طالق. كنا احنا عند والدتي وكانت حاصلة مشكلة وراح قال لي أنت طالق. طيب في حاجة تاني غير الأربعة يا مدام أسماء؟ كان في ايمانات عليا الطلاق دي، بس الشيوخ قالوا له اتكفر عنها ب 100 جنيه. كان هو قال لي كان في ايمانات اللي هي عليا الطلاق دي، تجيبي مش عارفه ما تروحيش عند امك، مش عارفه ايه الكلام ده. بس تمام. الشيوخ حلتها له بان هي قالت له دي فيها كفاره. طب في حاجه تاني حضرتك؟ لا يا فندم هو ده. طيب تحت امر حاضر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الطلاق مرتان، وفي المره الثالثه، ودي من حسن العشرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها بقى، حسن الخلق وحسن العشرة. الطلاق مرتان، بعد المرتين دول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هو ده الطلاق. لكن انت طالق، انت طالق، انت طالق، ثلاثة واربعة وخمسة، وبعدين علي الطلاق كتير وفيها كفارة، واليمين المعلق لو عملت كذا اللي حصل مع أختك تبقى طالق، يمين معلق، وقالها أكتر من مرة وأكد إن هو ما بيهددش وإن هو كده يقصد الطلاق. إحنا ما بنفتيش إن الطلاق الشفوي لا يقع، الطلاق الشفوي يقع. لكن طالما يا مدام أسماء إحنا وصلنا كده لأربع أيمان، قال لأختك انت طالق، وقال لك قدام امك انت طالق، وقال لك لو عملت كذا مع اختك تبقي طالق، وقال لك مره رابعه انت طالق، يبقى عشان ما نفتيش بقى ونقول يجب التفريق وكل واحد يروح لحاله كده، لان كده عندنا اربع ايمان، ثلاثة صريح وواحد معلق، والمعلق على شرط، الشرط وقع وتحقق، بقوا اربعه. هنروح دار الافتاء ومعانا الزوج ومعانا ولي الأمر إذا كان الوالد أو الأخ أو العم اللي موجود منهم، وهنقول الكلام ده والأيمان دي قدام اللجنة المختصة، وهي اللي تقول لحضراتكم إحنا دلوقتي نفرق وكل واحد يروح لحاله، ولا في مخرج في الأيمان الصريحة اللي إحنا سمعناها دي. ومشكلة من قضايا الأسرة مشكلة الطلاق اللي كلنا بنقع فيه.